استقبال رمضان استقبال عظيم بما أنه نحن مسلمين، فهذا شهر الخير، شهر البركة، شهر الرحمة. فيعني التفاؤل برمضان، والإنسان يعني بيكون بيني آمال على رمضان، لكن الحقيقة عم يتفاجأ المواطن يعني بردة فعل قوية بالنسبة لهالأسعار ولهالغلاء ولهالأمور هيدي، وما في حدا عم يرحمه نهائي هذا المواطن. أنا شايف الحمل كله على المواطن صار، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كيلو بندورة بألف ليرة والله العظيم هيدي ما صارت. فعم نتفاجأ نحن دخل روسي ومصروف أمريكي، هذا مواطن سوري، هذا ما مواطن، يعني لو عم يقبض أوروبي عم يقبض دولار ما بنقول لا، لكن في ناس ما معها تاكل، في ناس عم من المساء عم تصلي استخارة وتضرب قرعة لتجيب خبز على بكرة، بفي على بكرة بيتفاجأ أخيه كيلو بندورة بألف ليرة ولا الكوسة 700 800 ليرة ولا الخيار.